كثير اكتسب اللون الأخضر. وأيضا أول مولود في اليوم الوطني أمس كان في طبعا مدينة الملك سعود الطبية. هذا كان فرحة الله يجعله قرة عين يعني الأهلة. هذا هو يوم البيبي. احنا طبعا نشوف صورته الآن. هذه بنت؟ هم مكتوب مولود مولودة حسب الأخبار، بس شكلها لذيذ بالاخضر. هي اول مولوده، يعني قصدهم انه اول مولوده تولدت في هذا اليوم ليله 23 سبتمبر، صح؟ اتوقع تتوقعوا ايش ممكن يسموها؟ لازم سعود اذا ولد، وبنت سعوديه. بنت سعوديه حلو، اسم سعوديه حلو. في شخص كويتي سمى سعوديه كمان، يعني كان وقتها بيتعاون معانا وكان فرحان مع السعوديه فسمى بنته سعوديه. يعني اكيد الشعب الكويتي والشعب السعودي طبعا علاقه زمنيه كبيره الحمد لله. كمان امس في اليوم الوطني كده في واحد مسن كان له مشاركة مرة، يعني أنا أشوفها صراحة لذيذة جدا، كانت لذيذة. جالس يحتفل باليوم الوطني وبيحفز الشباب والشابات السعوديين والسعوديات إنهم يشتغلوا ويعملوا ويستمروا. كانت مشاركته جدا حلوة. اشتغلوا خلينا نشوفها. اشتغلوا كان الملك معكم، لا تقولوا انه غالي، كان زينكم حدكم مثل جدكم وبلادكم، بارك الله فيكم وكفرنا واصيكم وعبد الله من يعاديكم. صراحة رائع، عاد الله من يعاديهم فعلا. وكمان طبعا في بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان